يا عبد الله انت حران ولا ايه؟ يا عم ترش لنا شويه ميه في الشارع، خلي الدنيا تطري كده على الناس وعلى الجيران وبتاع. ما ترش ميه يا عبد الله. طب وترشيد النيل يا عبد الله؟ احنا لسه متكلمين في الموضوع. يا عم احنا عايزين طراوه طراوه. يا عم شغل المروحه. شغل مروحه؟ ايوه شغل مروحه. ليه؟ ما بقول لك ميه ميه. تعالى يا عبد الله تعالى انا وانت اوريك حاجه. هتعمل ايه يعني؟ تعالى نشوف مع بعض. ماشي. انت لسه حران جدا. خد اشرب شط. يلا بينا يا حمدي. يلا بينا. نهر النيل. نهر النيل باختصار شديد جدا بيتكون من رافدين. الرافد الاول وهو النيل الازرق. النيل الازرق منبعه جاي من بحيرة تانا في اثيوبيا. والرافد التاني النيل الابيض وهو منبعه بحيرة فيكتوريا. رافدين بيتجمعوا عند نقطة في مدينة الخرطوم وهي اسمها خليج مكرن. علشان نكون عارفين، حصة نهر النيل بتعتبر 80% من النيل الازرق و 20% منها من النيل الابيض، وبيمر على 11 دولة. طبعا هم كانوا في الاصل 10 دول، بس علشان خاطر السودان بقت دولتين فاعتبروا 11 دولة. اريتريا، الكونغو، رواندا، بروندي، تنزانيا، واوغندا، واثيوبيا، والسودان، ومصر. في ظل الاستعمار البريطاني تقريبا بريطانيا كانت مسيطرة على تلت افريقيا، وكان من ضمنها دول حوض النيل، وكان طبعا مصر كانت تحت الحكم الاحتلال البريطاني. ونسبة الى ان بريطانيا هي كانت الحامي للدول اللي هي محتلاها دي، ابرمت اتفاقية مع دول حوض النيل بان مصر لازم يكون ليها حصة مكتسبة عن طريق عدم اقامة اي مشاريع على ضفاف نهر النيل من اول اثيوبيا لحد دول المصب وهي مصر والسودان. وفي عهد جمال عبد الناصر تم زيادة حصة مصر اثناء بناء السد العالي، وتحديدا سنة 1960، واللي نصت ان هو حصة مصر بدل ما هي تكون 48 مليون متر مكعب تبقى 55 مليون متر مكعب. طبعا كان علشان خاطر بناء بحيرة ناصر الاصطناعية وبناء السد العالي. بعد بناء السد العالي طبعا دول المنبع ارادت ان هي تعمل مشاريع كهربائية سدود على روافد النيل الازرق، وده بناء على تقرير اصدرته هيئة الاستصلاح الزراعي الامريكي بوزارة الخارجية، وبتقول فيه او بتقترح بناء 26 موقع سد على نهر النيل الازرق. النيل الازرق يعتبر هو المنبع الرئيسي لرافد نهر النيل. وفي سنة 2010 تم اتفاق 4 دول، اثيوبيا، رواندا، اوغندا، وتنزانيا، على ان هما يعملوا اتفاقية ما تعرف باتفاقية عنتيبي تنص الغاء الاتفاقية اللي ابرمتها بريطانيا سنة 1929، معناها ان هي بتلغي الحصة الازلية بتاعت مصر. وساعتها اصرت مصر ان الاتفاقية دي مفيش جدوى منها. الاتفاقية كانت بتقول لو تم توقيع 6 دول يعتبر الاتفاقية مبرمة ابرام ذاتي، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك ساعتها قال ان الاتفاقية لا جدوى منها ما لم توقع دولتي المصب وهي مصر والسودان. المشكلة مش في ان احنا بنمنع دول المنبع ان هي تبني مشاريع على اراضيها، بالعكس ده احنا يهمنا ان دول افريقيا كلها يكون عندها مشاريع قومية. المشكلة في ملء بناء سد النهضة في الكيفية بتاعته، بدل ما هتملاه في 3 سنين، لا انا اقدر املاه في 7 سنين او 10 سنين، بحيث ان انا ما اقدرش اضر بالحصص بتاعت دول المصب وهي السودان ومصر. الحقيقة ان مصر معتمدة اعتماد كلي، ويعتبر نهر النيل شريان حياة، حيث ان 80% من استهلاك المية من نهر النيل هو للزراعة، و20% للاستخدام البشري. في الحقيقة لازم يكون عندنا وعي مجتمعي، بحيث ان احنا نقدر نعمل حلول لمشاكل الاستهلاك المفرط للمية. بمعنى او هندي مثال، ان احنا بدل ما نعمل ري بالغمر، لا نعمل ري بالتنقيط، وان احنا لازم يكون عندنا وعي شخصي في استهلاك المية بشكل استرشادي. وفي سنة 1951 ناقشت المستشارة هايدي فاروق الباحثة في الارشيف البريطاني عن وجود نهر جوفي في الصحراء الغربية، واشارت
لوجود وثائق توصل إليها الدكتور جون بول بوجود طبقة مائية في الصحراء الغربية، وكان اكتشافه كان عن طريق رحلة قدمها إليه البرنس كمال الدين حسين ابن السلطان حسين، واللي احتفظ بها الأرشيف البريطاني تحت مسمى استطلاع بالسيارة في الصحراء الغربية، والتي أرشفت في بريطانيا سنة 1917. في بحث أصدرته حديثا الدكتورة إيمان محمد غنيم رئيس معمل أبحاث الفضاء بقسم الجغرافيا، قالت فيه يوجد ممر مائي عملاق يربط وسط أفريقيا بشمالها تحت رمال الصحراء الغربية مرورا بدولة ليبيا ويصب في البحر المتوسط. وذكرت الدراسة على حد قول المصري اليوم بوجود مياه جوفية وفيرة تسمى بنهر الكفرة أو بئر كفارة، كما صدر تقرير في 4 نوفمبر سنة 1985 مكونة من مدير قطاع الزراعة بمطروح والمستشار الدكتور حسن إسماعيل والمجموعة الفنية لمشروع الأراضي القاحلة التي يرأسها الدكتور عادل البلتاني، حيث قاموا بزيارة عين كفارة والقريبة من واحات سيوة، واللي أكدوا فيها أن هذه المياه صالحة للزراعة والشرب، وأن مياهها أنقى من مياه النيل، وأن معدل تدفق المياه على الأرض حوالي 20,000 متر مكعب يوميا. بئر كفارة هو في الأصل محل تنقيب شركة بترولية، حيث قامت الشركة البترولية بالبحث أو التنقيب في بئر كفارة ولم تجد فيه إلا ماء فقط، لذلك قامت بإغلاقه لاستخدامه مستقبلا، وفي الغالب لاستغلاله وليس استعماله. ومع مرور الوقت أدى الضغط الشديد في باطن الأرض لعين كفارة مما أدى إلى سريان نحو 20,000 متر مكعب يوميا. التحقيق الصحفي اللي قدمته المصري اليوم واللي هنقول لكم على اللينك في الديسكريبشن تحت سبحان الله. واللي نشرته جريدة المصري اليوم بتاريخ 14/5/2011 يبقى الوضع على ما هو عليه ولا يوجد أي جديد. كل المعلومات اللي قدمناها لحضراتكم دي كانت عبارة عن تقرير قدمه المصري اليوم. قبل ما أخلص كلامي لازم أعرف إخواتي وحبايبي المصريين إن إحنا بنمر في وقت عصيب جدا بشكل أو بآخر، وإن إحنا نحافظ موضوع مياه النيل، وإن إحنا لازم بشكل أو بآخر لازم نرتضي بالأمر الواقع، وإن إحنا نحافظ على بلدنا والمياه بتاعة بلدنا بإن إحنا نسترشد في المية بتاعتنا. يا رب لو المعلومات اللي أنا قلتها لكم دي تكون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.